مي بعد نعطيو لكم هذه هذه الوقت دونك غنبدا مباشرة. هذاك السلام نائب رئيس الأول النقي ممكن يطلعوا المشاهدين وهم طالعين سعود متابعين ومتابعات شوف تيفي مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. اليوم معنا السي رشيد بن القيسيه النائب الاول والمكلف بالنقل بالقنيطره. اهلا وسهلا بك السي رشيد، مرحبا بك معنا. بغينا نعرفوا منك والناس الساكنه ديال القنيطره كتسال دائما عن هذا السؤال، اين وصل فين وصل النقل الحضري؟ بغينا نعرفوا منك. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بالإخوة الصحفيين، مرحبا بجمهور شوف تي في. واش مبروكة، يوم مبارك سعيد في هذه العشر الأواخر. أسأل الله سبحانه وتعالى باش يكون نتق للنار لجميع المشاهدين والمشاهدات الذين يتابعوننا في هذا البرنامج. فكما لاحظتم أن هذه تقريبا شهر ومجموعة من الصحفيين تيطلبوا منا باش نشوفوا فين وصلت المسألة ديال النقل الحضري بمدينة القنيطرة. وكما تتبع الجميع القنيطريين الذين عاشوا معنا الأزمة الخانقة التي كانت في النقل الحضري، تبعتها أن الشركة غادرت مدينة القنيطرة بدون إنذار وبدون أي سابق، فغادرت في 19 ديسمبر 2019، يعني في 21 ديسمبر 2019، فخلقتنا إشكالية حقيقية في مدينة القنيطرة. على إثرها دخلنا في حوارات كبيرة جدا مع الشركة ومع وزارة الداخلية ومع العملاء ومع كل متتبعين النقل الحضري لمدينة القنيطرة. على إثرها كان إسقاط العقد، وهذا إسقاط العقد اللي الان راه كاين الشركه للاسف اننا عوض المجلس او عوض القنيطريين يديروا دعوه بالشركه، الشركه رفعت الدعوه في المجلس ودار الدعوه، راه حنا متبعناها وعندنا كل ما يفيد ان الشركه التي غادرت المدينه ولم تعد. فكان الاسقاط بحوار تام مع وزاره الداخليه ومع العملاء. على اثر ذلك درنا واحد الكيتشر جديد، درنا واحد العملية جديدة، مشينا في التوجه الجديد ديال العملية اللي قمنا بها، وهو أننا في السابق كانت الشركة التي تأتي بكل حافلات، لكن مشينا في السياق ديال مدينة الدار البيضاء ومدينة الرباط، على أن نصف ديال الأسطول تتشريه الجماعة والنصف الآخر تتشريه الشركات، تأتي موثق في دفتر التحملات، وهذا بتوجيهات وزارة الداخلية، وهذا هو الكيتشر الجديد. فدزنا جميع المراحل، وكان التركيز ديالنا اجتماعي في هذه المرحلة، وهو أننا الجميع العمال اللي هما كانوا خدامين في الشركة القديمة يخدموا في الشركة الجديدة. وفعلا أن الشركة الجديدة دازت جميع المراحل ديالها، خدات الصفقة، الصفقة كان متتبعين ديالنا، درنا جميع المراحل اللي هي تتم منها الصفقات. فخدينا القرار هو أننا خدينا هذه الشركة اللي خدت جميع العمال، وطبقنا مع الخطوط، اتفقنا مع جميع الأمور، فكانت الصفقة الاستثمارات ديالها زائد 27 مليار اللي هو غينشريو به الحافلات، اللي هي 138 حافلة، فيها 38 حافلة متوسطة الحجم، ماشي صغيرة، متوسطة الحجم، وفيها 12
فيها جوج ديال الحافلات، وباقي تقريبا 88 حافلة عادية من الحافلات اللي تتشوفوا. هذا الشيء كله داز من جميع المراحل ديالو، وصادقت عليه وزارة الداخلية، صادقت عليه العمالة، مصادق عليه صديقة نهائية. وكما لاحظتم على أننا في ديسمبر 2020 قلنا للمتتبع، وقلنا للقنيطريين على أننا الشركة إن شاء الله تنظنوها غتدخل في جونفي، في جونفي غتبدي تدخل الحافلات، وما غتجي تكمل شهر 7 حتى يكونوا الحافلات كلهم دخلوا. حقا دخلوا 38 حافلة دابا، ودخلوا تقريبا 21 حافلة أخرين اللي هما دخلوا تيتصاوبوا لهم كاروسريات. غنوريكم واحد الصويرة أول مرة غتورا، واخا أن وعدت مول الحافلة ما غنوريش هاد سميتو، ولكن نوري القنيطرية الحافلة ديالهم الجديدة كيفاش غتكون. هي غادي نوريها لكم، ولو أنني قلت لمول الحافلة غادي ناخذها أنا وما غاديش نوريها، ولكن أصبح الآن القنيطريين خاصهم يشوفوا الحافلات ديالهم كي داير. كل أمور في جونفي فيفري كانت جاهزة للعمل. إشكالية اللي أكيد على أن كورونا كان عندها تأثير، وكان عندها هو تدخل في التأخر التي تكلموا عليه القنيطريين، نظرا لأن وزارة الداخلية أن ديك 13 مليار ونص اللي هي من نصيب الجماعة، كان واحد الوثيقة اللي وقعناها ودوزنا احنا في الدورة، ودوزتها الجهة في الدورة، وبقينا تنتسناو إلى يومنا هذا وزارة الداخلية توقعها معنا، ما زالت ما وقعتهاش، وهي أن 13 مليار الجهة عطاتنا 5 مليار و 250 مليون، الجماعة كانت هذيك الساعة التزمت ب 3 مليار، ووزارة الداخلية الحوار الأولي كان 5 مليار و 250 مليون اللي هي 13 مليار ونص اللي هي كان خاصها توقع. التأخير اللي كاين دابا وهو أن صاحب الشركة اللي خد الصفقة تيقول لك أنا ما زلت أنتظر أنكم توقعوا معايا هذه الوثيقة. للآن لحد الساعة نظرا للإشكالات كما قلنا، أسباب كورونا كانت واضحة، راك لاحظتوا حتى الميزانية وقع فيها تقشفات، ميزانية الدولة، ميزانية الجامعات، فهذا الشيء هذا هو اللي جعل إلى حد الساعة وزارة الداخلية تنتسوف معنا وتتقول بلاتي نشوفوا، بلاتي نشوفوا ملي غنجيبوها. فمول الشركة تيقول لك سيدي راه أنا تنتسنى هاد الطوبيسات اللي غندخلهم ليزينغ، تيخصني واحد الوثيقة اللي غنعطيو لهاد الناس باش يضمنوا الفلوس ديالهم. أنا تنقول لكم وقعوا معايا عطيوني الفلوس دابا، ولكن عطيوني واحد الوثيقة اللي تتمد ليا أنكم هاد 13 مليار ونص أشكون غادي يخلصها، أشكون غادي يعطيها ليا. كان أوبسيون أخرى وهو أننا في هذه المرحلة باش تبان الرؤية لوزارة الداخلية في الفلوس ومنين تجي. للأسف أن وزارة الداخلية أعطت أكثر عشرات الملايير للدار البيضاء، أعطت عشرات الملايير للرباط، وحنا ما بغيناش حتى 10، أعطينا بغينا غير 8 المليار اللي هي تكون بيننا وبينها. نتمنى من الله أن هذه الجائحة ما تكونش هي السبب وتكون غتعطل هذه العملية، لأننا احنا كل شيء كما قلت سميتو المواطن القنيطري والمشاهد الوطني كاع اللي تيشاهدونا، احنا ما كل كلام قلناه احنا تنتحملوا المسؤوليه، لكن ان مول الشركه تيقول انه عنده اشكاليه، وهو خاصو باش الناس اللي غادي ياخذ من عندهم الماتريال خاصو يلقى باش يخلصوا، فهمتي؟ نظرا لان هذا امر، فهمتي؟ هذا امر ما تيطلبش، تيطلب المساله الجديه. انا كما قلت لكم هذا هو الحافله، هذا نوع، هذا جديد هذا، ومشيت لهم انا فين تيتصنعوا، وراه بداو تيتصبغوا تيتقادوا. اشكاليه الشركه
تتقول انني خاصني هذه الوثيقه توقع وزاره الداخليه وانا مستعده. اكثر من هذا الشيء قلنا على ان هذه الاشكاليات اللي هي موجوده، هذه الاشكاليات دابا اللي هي موجوده ندوزو للمرحله الثانيه، وكما ستيبولي في 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 الامور اللي احنا وقعنا معهم دفتر التحملات. في هذه المرحله ممكن نجيبوا هذوك الحافلات ديال الدار البيضاء ونخدموا بهم نظرا حتى نحلوا هذه الاشكاليات اللي هي مطروحه. وحنا غادي نتا في هذه المرحله الثانيه اتصلنا بالعمده ديال الدار البيضاء وافقوا فهاد الشهر غيدوز الدوره، ذكرنا مع الشركه، الشركه التي هي تسير فيه واحد الاشكاليه بانهم نهار الاول جامني جابوهم من 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 الخارج، قالوا بانهم ما يخرجوش من الدار البيضاء، راه تيناقشوا مع وزاره الداخليه. نتمنوهم الله حتى هاد النقطه يصدقوا عليها نظرا لان هادو جوج الحلول، كان اشكاليه الماليه، اذا كانت هناك الاشكاليه الماليه راه الحل الثاني. علاش نديروا هذا؟ انتم راه زرتوا القنيطره ما كاينش ازمه النقل نظرا لان متواجده كورونا، والناس راه هذا الشيء دابا باش يتمشاو الحلول الترقيعيه اللي درنا واللي هي خدامين بها القنيطريين حلات واحد مشكله ما يسمى بالنقل، لكن ما حلاش مشكله العمال، لان العمال الان راه من ديسمبر 2019 وما تيعيشوا شمو، وهذا ماشي معقول، ما تيبغي حتى شي واحد. راه حنا مستلمين وهاد الناس مساكن، واش غادي يمشيو يسعوا عياهم؟ عياهم راه كاين اللي باع حوايج وكاين كذا. لهذا انا تنقول للمسؤولين الله يجازيكم بخير، حسابات وداك الشيء تحاسبوا معاه في جهه اخرى، ولكن هنا راه كاين مشكل واحد، وهذاك العامل خاصو يلقى ما ياكل، خاصو يلقى ما يشرب. كل امور حنا رسلنا في جونفي، رسلنا رساله تنقول للشركات بدا تخدم، جاوبونا برساله اخرى تيقول لك اسيدي عطيونا هذيك، وقعوا معنا، عطينا هذيك باش انا مازال ما وقعتوش معنا ذاك الملحق اللي هو فيه 13 مليار ونص. لهذا انا تنقول ان مشكل كان حقيقي، صحيح ان كورونا كانت عامل من العوامل ايجابا، ما كاينش ازمه ديال النقل، ولكن سلبا راه كاين مشكل، لان الناس اللي هما عمال راه عايشين ازمه. وانا كل كلمه قلتها لكم سابقا راه مازال تنتحمل المسؤوليه ديالها، قلت ان فيما يخص الجماعه وفيما يخص الشركه كل الاجراءات حنا درناها، كل الاجراءات، وحنا مستعدين. السيد الرئيس عز رباح راه قال شحال من مره حنا مستعدين نتعاونوا، اذا كانت هذيك 3 المليار ديالنا ما كافياش ممكن ان الجماعه تحمل المسؤوليه وتزيد شي شويه، لكن خاصنا نلقاو حلول، لان ما كاينش واحد اللي قال لنا لا، حتى وزاره الداخليه الى يومنا هذا لم تقل لنا لا، ولكن ما زالت ما حسمش الامر، ما كاينش لا، ولكن راه ما محسومش الامر، خاصنا نحسموا الامر، خاص هذا الشيء، لان الامر دابا كله عند وزاره الداخليه خاصها تحسم لنا الامر، اما باش نجيبوا هذوك الطوبيسات نخدموا بهم في هذه المرحله اللي هما طوبيسات تخدموا في الدار البيضاء وحابس جالس الله سبحانه وتعالى، هذوك الطوبيسات غير جالسين، اما نجيبهم يخدموا هنا ونخدموا بهم هاد العمال، واما نحلوا المشكل ديال هذاك لافنو ونسنيو ونوقعوه ونحلوا الاشكال. اذا راه هذاك هو السهل، ياك كما تيقولوا ليه الممتنع، ياك السهل الممتنع، راه ما كاينش مشكل، وكاين مشكل كبير، ما كاينش مشكل، لان كل الوثائق عن طريق المجلس البلدي والشركه وكذا، والشركه راه وريت لكم الصويره، معنى ان راه ماشي هذيك الشركه جات ونسات، بالعكس راه مشات وكوموندات وكذا وجات، ودابا تيجيو الطوبيسات من اللي كاروسري من برا وتيتصاغبوا اليوم من هنايا لداخل، فهمتي؟ هادشي كلشي خدام، بقات هذيك الدفيعه ديال وزاره الداخليه، نتمنوهم الله تعاون معنا، تنعرفوا حنا الاشكاليات، تنعرفوا ان هناك اشكاليات كبرى اللي هي تتعيش البلاد، تعيش مشكل ديال السيوله، مشكل، ولكن مدينه القنيطره والعمال خصوصا ديال مدينه القنيطره هم بحاجه باش هاد الشركات تبدا في المرحله القادمه، وراه حنا براسنا راه الصحفيين تيسولونا عشرات المرات، وتنقول الجواب اللي تنقولوا ليه راه هو الجواب اللي قلت لكم، راه كاين هذاك السهل الممتنع، ما كاينش مشكل، وراه مشكل راه حاصل،
مازال ما تحلش الإشكالية. شنو رأيكم ما يقصد الخجوص على النقل الأكل الواقع؟ راه كما قلت لكم راه هذه السيمانة راه عاد الصباح ذكر السيد العمدة ديال رباطنا السيد الرئيس وعيط لي أنا وعيط ليه حاول أنهم راه يدوزوا هذه النقطة في جدول الأعمال باش يحيدوا ديك الإشكالية أن الطوبيسات ما يخرجوش من الدار البيضاء. وهذه بحد ذاتها حتى هي مرتبطة بوزارة الداخلية. احنا لا نحمل المسؤولية لأي شخص. احنا تنقولوا هل الملف فين غادي؟ الملف غادي في إطار عادي وطبيعي وما كاينش فيه حتى شي مشكل ولكن راه كاين مشكل. ولكن سمعنا سيادتكم في بعض المنابر الإعلامية اللي ذكرتوا فيها أنكم شهر واحد واش ذكرتوا فيها أنه غيكون نقل في شهر واحد وكيف ما طرحتوا دابا الآن. ياك استاذي فبالتالي بغينا نعرفوا كيفاش نتوما قلتوا شهر واحد ولحد الان كتقولوا حنا مازال ما نسي او وزاره الداخليه راه مازال ما عند ما نسيناش او مازال ما نضربش على حسب التعليم حسب المعطيات اللي عطيتونا. دابا قلنا ان شهر واحد يبدا يدخل الطوبيسات. نعم ويكونوا يبداو من 37 ان الطوبيسات يبدا يدخلوا. نعم. الطوبيسات دخلوا لكن باش يدخلوا للخدمه راه مرتبطه بواحد التوقيع ديال وزاره الداخليه معنا في هذاك ديال الجهة البلدية الجماعة وزارة الداخلية. هذا كله أنا قلت لكم مرتبط كذلك بإشكالية كورونا. سيحنا نعم سيدي سؤال في بعد التواصل الاجتماعي جي في هذا نفس السياق اللي قلت بأن الداخلية راه خصها توقع داروا بأن وزارة الداخلية أنها موقعة ما عرفناش هذا سميتو ديك الحكار مينوها أنها موقعة ولا السي رشيد راه نسى وهذا هو الواحد لافاش خرجوا بغينا نعرفوا شنو هي وزارة الداخلية وزارة الداخلية وقعت كل ما يتعلق بدفتر التحملات وبالمساطير وكل شيء وقعت عندنا كل شيء بري اترافاي وكثر من هذا الشيء حنا قلت لك الامر بالخدمة لوردر سيرفيس صيفطناه للشركة معنى ان ما غنكش نسالت لورد سيرفيس الشركه ونقول وزاره الداخليه مازال ما وقعت انا تنتكلم على واحد الدعم اللي هو كاين في دفتر التحملات اللي وقعته معنا وزاره الداخليه اللي تيقول ان هنا غادي نعطيو للشركه 13 مليار ونص هذاك الدعم مازال لم يوقع حنا دوزناه في الدوره صادقنا عليه دوزاته الجهه صادقات عليه بقات هذا الاتفاق الثلاثي مازال وزارة الداخلية مازال ما صادقاتش عليه. حنا عارف الإشكاليات ديال كورونا راه مجموعة الحوايج راه حنا غير المازوط الكوطة اللي كنا تنديرو في السنة راه السيد العامير راه نقصنا فيها تقريبا عشرات يعني لقيتنا أكثر من الثلث ديال السنوات الماضية. إذن هادو اللي تيتكلموا راه تيتكلموا على دفتر التحملات ياك والمارشي ككل راه موقع وقعت وزاره الداخليه وقلت هذا الشيء ما فيهاش نقاش الان اللي مازال عند وزاره الداخليه اللي مازال ما وقعتش هو هذا اكثر من هذا الشيء حنا مشينا راه قلنا هناك اشكاليه الفلوس عند وزاره الداخليه في هذه المرحله انا نمشيو للطاب الاخرى اللي هي اون لا بريفي في المارشي وهو ان ممكن الشركه تكري طوبيسات من الدار البيضاء ممكن كاين هذا الشيء ممكن كاين في كاين شارج قلنا نخدموا به علاش قلنا نخدموا به لاننا حنا كنعتبروا العامل راه هو الضحيه ديال التاخير وبغينا العامل باش ما يبقاش ضحيه خاصنا اما يجيو الطوبيسات الجداد يبداو خداما ورا نخدموا بهذاك الشيء اللي كانت خدامه به الدار البيضاء بدل ما تحل الاشكال ديال الجديد. لا مرحبا مرحبا انا تنقول شو انا لا احمل المسؤولين شي واحد باش ما يتكمل باش يتفهمش كلامي بفهم اخر انا تنقول لك سولتوني قلتوا لي فين كاين التاخير تنقول لك سبب التاخير هو اننا ما زلنا ننتظر توقع وزاره الداخليه ما تنحمل المسؤوليه حتى شي واحد هذا ماشي تحمل المسؤوليه هذا كل شيء تيقرا هذا الشيء معنى اننا كون كنتوقع نقول لكم كما قلت لكم راه وقعات على الكيت شارج وتوقعت وقع كل شيء داك الشيء ولهذا انا لا احمل من هذا المبر شي واحد انا تنقول خاصنا نتعاون انا تنقول راه الاشكاليه الكبيره ماشي ديال ان المواطن القنيطري راه لاقي فين تيركب ولكن المشكل فين كاين راه هو داك العامل
اللي كان خدام في الشركه وخاص وعنده اشكاليه والشركه الاخرى مشات بدون انذار بلا حتى شي حاجه وخلاته مسكين على الدص، وانت تنجريو الصباح ولا العشيه راح لينا المشكل ديال الشركه. علاش ولينا قابلين حتى دوك الطوبيسات ديال الدار البيضاء يجيو من اجل العامل؟ من هذا المنبر انا تنحمل المسؤوليه ديال حتى شي واحد، تنقولها شنو واقع، عطيتكم قراءه سي لا طوبو ديال شنو واقع. راه غدا وقعات وزاره الداخليه نعطيوها للسيد غادي يمشي يجيب الليزينغ ديالو، راه غدا بعد غدا تنقول غدا بعد غدا فهمتي راه الشركه غتدخل تخدم، راه ما كاين حتى شي عائق، وزاره الداخليه وقعت كل شيء معنا. شوف تي في وتنشكر الاخوان الصحفيين والباب ديالنا مفتوح، والكلام اللي قلناه في ديسمبر قلناه في جونفيه نقولوا اليوم وغنقولوا الشهر الجاي. نتمنوا من الله باش الامور تكون سالات وتحلات الاشكاليه وما بقى حتى شي عائق. شكرا سي رشيد بن قاسيه النائب الاول لجماعه كونيترا، شكرا للمتابعين ومتابعات شوف تي في، كان معكم بن عبد الله سعد من كونيترا، بارك الله عليكم.